مالك بيشبهني بشيء له علاقة باللايف ستايل حقيقة، فايتل على المشروع وبتعرف تماما شو اللي مطلوب منه. في هيك مشروع عم بقرا وفي مشروع لرمضان بإذن الله. أول حاجة مرحبا بكم معتصم معنا عبر فوشة ومبروك لعبة حب. عايز أبدأ معك من البداية كده، أول ما جالك ورق شخصية مالك شفتها إزاي ودخلت على المسلسل إزاي؟ بالبداية كلياتنا بنعرف إنه العمل مقدم بالنسخة التركية. بالبداية الحقيقة أخذت بس فكرة عن العمل، حضرت أول مشهدين أو ثلاثة، بعدين إجا الورق، صرنا نقرأ الورق، حسيت بإنه يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل ما يجي الورق حتى بأنه كيف ممكن يكون شكل العمل وكذا. كان في تعاون كتير حلو من كل الكوادر اللي موجودة، الفريق التركي والفريق الفريق الـ MBC. إجا الورق يعني عند حسن الظن تماما. بلشنا تحضير، بلشنا بروفات، بلشنا عملية بناء. أنا بشوفها مش بس فقط عملية قراءة وعملية تنفيذ، لا، كنا عم نبني. يعني كنا صدقا بالرغم من الكم الهائل الكبير من المشاهد، كنا كل مشهد بمشهده عم نبني، عم نزخرف، عم نزبط لحتى نقدر نتميز بعمل اوريدي مقدم مسبقا. تابعت النسخة التركي منه؟ ابدا، حضرت اول 3-4 مشاهد بالضبط. لو سألتك ايه المتشابه بين معتصم النهار ومالك، في اوجه تشابه بينكم؟ ايه نوعا ما. مالك بيشبهني بشيء له علاقة باللايف ستايل الحقيقة، يعني كنت مستمتع فيها لأنه لايف ستايل مالك نوعا ما بيشبه حياتي. يعني أنا في الصباح بفطر، بحب مباشرة ألعب رياضة، بلش بقى طبيعة الشغل تختلف ولكن المضمون واحد. يعني على صعيد العلاقات مع الأشخاص، لا أنا مش هيك، يعني أنا حدا أبسط، أنا حدا بحط أعذار للناس قبل ما أضطر أني واجه أو جادل. بحب أكتر أنه ابتعد نوعا ما عن المشاكل أو النزاعات. لا مالك انفعالي شوي، مالك عصبي شوي، حد شوي، بهاي الجوانب ما بيشبهني. كيف تقطع عن الكواليس في المسلسل كمان ومع نور بقى أكتر واحدة شخص اشتركت معي، كانت عاملة إزاي؟ جميل جدا. نور ممثلة محترفة، فايتل على المشروع وبتعرف تماما شو اللي مطلوب منه. كان سهل بالنسبة لي جدا التعامل معه، ما تطلب العمل معه أو نكتشف مفاتيح بعض، ما تطلب مشهدين أو ثلاثة كنا مقلعين. هي الفرق بين شخص لما بيكون محترم مهنته وعرفان شو اللي بده يقدم له للمهنة وشو اللي بده ياخده من هي المهنة. أختم معك آخر حاجة، معتصم ما شاركش في رمضان السنة دي، هل في حاجة الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله. هلأ حاليا في هيك مشروع عم بقرأ وفي مشروع لرمضان بإذن الله. يعطيكم ألف عافية لفريق فوشيا ولكل متابعين فوشيا، بحبكم كتير، أنا معتصم النهار.